السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة سيمو كوك. اليوم إن شاء الله بالوصفة اللي كنتو طالبينها، اللي هي عبارة على كيك صالي بمكونات جد بسيطة، وكنتمنى تستخدموا الطريقة اللي هي جد سهلة وتنال الرضا ديالكم. الآن غادي نمروا المكونات، تجوا معايا. بالنسبة للمكونات عندنا 250 غرام ديال الدقيق الممتاز، عندنا 5 ديال البيضات، عندنا 150 سنتيلتر ديال الحليب، عندنا شاركوتري غابي، عندنا فرماج غابي، عندنا فلفله خضراء وفلفله حمراء، عندنا حك ديال الطون، عندنا الذره، زيتون اسود وزيتون اصفر. وبالنسبه للفرماج المربع للتزيين كنحتاجوا القليل من الملح وبابريكا اللي هي الفلفل الحلو، وعندنا فلفل ابيض وشويه ديال شطه وبيكل باودر. والان غادي نمروا الى طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير كنحطوا 5 بيضات، كنضيفوا معاهم حليب، وكنمزجوا المكونات مع بعض، وكنضيفوا عليه الدقيق، كنصفوه، باش ما كيعطيناش هذوك الحبيبات في الخليط. طريقه جد سهله. وبالنسبه للطون يمكن لكم تستعملوا الدجاج، سيفود، لحم، ولكن بالنسبه لهم ما كنستعملوهمش، يعني يكونوا خضرين ضروري خصنا نطيبوهم سوطير ولا شي حاجه. كيف ما كتلاحظوا هما الحبيبات كنحاولوا نشيلوهم، وكيف ما كتلاحظوا معنا كنحاولوا نمزجوا الخليط مع بعضه. وهذه الطريقة جد سهلة، يمكن لكم تستعملوها في المنزل ديالكم، يمكن تستخدموها وجبة غداء ولا وجبة عشاء ولا في طاولة رمضان. كيفما كتلاحظوا كنمزجوا الخليط وكنضيفوا معاه من بعد بيكن باودر اللي هو الخميرة ديال الحلوى، اللي هي عبارة على 7 غرام او 7.5 غرام، هي غادي نضيفها دابا في الخليط ومن بعد نكمل المزج ديالو. كما قلت لكم بيكن باودر اللي هي عباره على 7 غرام او 7 غرام ونص، وكنمزجوا الخليط، كنمزجوا مزيان، ومن بعد كنضيفوا معاه المكونات اللي عندنا. وبالنسبه لكم تقدروا تستعملوا اي خضار عندكم، ولكن تكون خضره ما تكونش طايبه، باسكو الا درناها طايبه غتزيد طيب لنا في الفران وغادي تذوب وغادي تعطينا بحال الشكل فيه الميه. الان كيف ما تلاحظوا بعد ما الخليط ديالنا ولا على هذا الشكل، هذا ما ثقيله ما خفيفه، غير تبعوا الجراماج اللي عطيتكم غادي تطلع لكم مزيان. بالنسبه لكم تقدروا تعملوا اي حاجه، هو الزيتون، الذره، الطون، كنحطوا المكونات كلها مع بعضها وكنمزجوهم. عندنا فلفله خضراء وفلفله حمراء عباره على حبه ونصف حبه ونصف، وكنضيفوا معاه فرماج رابي، موتزاريلا ولا الشيدار، يعني اللي بغيتو على حسب الطعم، ولا كاين اللي ما يبغيش يكثر منه. وكندير معاه انا شويه ديال المورتاديلا كيف ما كتشوفوا، يعني هاد الزيتونه تحشومه يضيئه. وكنمزجوا الخليط مع كيف ما كتلاحظوا معنا، انا غادي نمزج الخليط مزيان. ومنساوش التوابل ديالنا طبيعة الحال، الملح ما غاديش نكثر، انا غادي ندير غير شويه، حيت الطون ديجا مالح، والزيتون مالح، الفلفل الابيض حتى هو كنعمل غير شويه منه ما كنكثرش. وبالنسبه للسبايسي على حسب الذوق، كاين اللي غيبغي يستعملها ولا لا، انا غندير غير شويه كيف ما تلاحظوا معنا. وغادي نمزجوا الخليط مزيان مع بعضه، وديجا نكونوا موجدين اللاطه ديالنا فين غادي نديروا الخليط. والفرن ضروري خصو يكون على درجه الحراره ديال 180، ديجا سخون باش ندخلوها الطيب فيه ديريكت لمدة تقريبا 20 دقيقة أو 25 دقيقة على درجة الحرارة ديال 180. كيفما تلاحظوا معنا هو الخليط جانس، كناخدو الجناب ديالو حتى هو. الآن غادي نمرو للطريقة النهائية. الآن كيفما تلاحظوا كنحطوه في طاوة، يعني تكون غارقة ولا طويلة على حسب اللي موجودة عندكم في البيت ديالكم.
هان كيف ما تلاحظوا معنا هاي نوضعوها في اللاطة، نسرحوها في الجوانب كاملة. مهم وصفة جد 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 سهلة، مكتستغرقش بزاف ديال الوقت، وكتعطي واحد المذاق اللي هو هائل، مذاق زوين. مهم حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالها. الآن غادي نضيف أنا شوية ديال الجبن على الوجه ديالها. يمكن لكم تضيفوا حتى المرتدين اللي بغيتوا تضيفوها من الفوق، يمكن لكم تضيفوها، ما عندكمش مشكل، يعني على حسب التزيين ديالكم. وتهي كتعطي واحد الطعم زوين. انا بالنسبه لي ما غاديش نكثر الفخوماج، حيت ديجا درت الفخوماج الداخل. وكناخذ مربعات شيدار ولا ايمونطار ولا اي حاجه، فقط كنقسمهم على الطريقه ونحطهم مزيان، وكيعطيونا واحد المذاق حتى هما زوين، وكيعطيونا حتى في الوجه ديالنا واحد الديكور زوين. المهم غادي ندخلوها الطيب، خليكم معنا. انا غادي ناخذ القليل ديال الزعتر، يعني هذا كيبقى حتى هو اختياري الا بغيتو تستعملوه. كنديرو على الوجه ديالها بحال البيتزا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال كيف ما كتشوفوا معنا. دابا غادي ندخلوها الفران كيف ما قلنا في درجه الحراره ديال 180، وديجا الفران يكون سخون، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. كيف ما قلت لكم غادي ندخلوها الطير، غادي نديرها الوسط. وبالنسبه للفران راه شاعل من الفوق ومن التحت، انا غادي نطفيه من الفوق وغادي نخليه غير من التحت مده ديال 20 دقيقه. الان كيف ما كتلاحظوا معايا ها هي طابت، غادي دابا نشعل عليها غير من الفوق باش تاخذ ليا لا كولوراسيون ديالها. المهم غادي نقطعوها وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وكنتمنى تعجبكم الوصفه وتنال الرضا ديالكم، ومرحبا بكم. الان كيف ما كتلاحظوا معنا ها هي وجدات وتحمرات، غادي نقطعوها وغادي ندوزو الشكل النهائي ديالها. وبالصحة والعافية.